منوره الدنيا النهارده. طبعا نقول لك الف مبروك عضو لجنه التحكيم في مسابقه افاق عربيه. كلمينا شايفه يعني بيعني لك ايه ترشيحك عضو لجنه التحكيم في البدايه في المهرجان السنه دي؟ بيعني لي ان انا الناس اخذوا بالهم ان انا ست بحب السينما ومتابعه ليها وبتفرج على معظم الافلام في معظم المهرجانات. رايك ايه في الافلام؟ طيب مش هقول لك رايك في ايه في الافلام لسه ما شفتيش. يعني جوده الافلام وعدد الافلام المشاركه وتنوع الدول تقول ايه عنه طبعا النهارده في مسابقه افاق؟ عندنا افلام كويسه جدا وانا بصيت على اسمائها وبصيت على الحاجات اللي اتكتبت عنها ومشاركتها. يعني في افلام مهمه مش اقل من 15 فيلم مهمين قوي غير افلام مسابقه افاق اللي انا عضو تحكيم لجنه التحكيم فيها. عندنا 7 افلام منهم فيلمين من مصر وتشيز حاجه انا مبسوطه عشان في فيلم من البحرين اول سنه. يعني بنشوف سينما جديده, بنشوف سينما البحرين ما شفناش قبل كده سينما من الخليج. بس السنه اللي فاتت كان في فيلم حلو قوي من الخليج اسمه 3-2-1 اماراتي انا عجبني جدا وانبسطت ان دي بدايه انتاج هايله. السنه دي كمان بنشوف فيلم من اليمن, في فيلم من العراق, في فيلم من سوريا, في فيلم من المغرب. بس المغرب وسوريا والعراق عندهم سينما قبل كده, انما البحرين واليمن اول سنه بنشوف السينما بتاعتها. فكره الغاء برضو جواز البرامج الموازيه تقولي ايه عنها وتعليق ايه عليها؟ اقول انها بتدي غنى للمهرجان, واقول انه مسابقه الافلام العربي كانت موجوده ايام مرحوم مساعد الدين وهبه وبعدين اختفت لمده تقريبا 12 سنه وبعدين ابتدت ترجع تاني. مهم قوي تعمل مسابقه للفيلم العربي. شايفه برضو تقييمك ايه المهرجان كده لحد دلوقتي انت كفنانه مشاركه فيه؟ احنا يمين وانا مشغوله في اجتماعات مع لجنه التحكيم ومشاهدات وكده, بس اللي حاصل لي انا كويس. يعني الحاجات منضبطه في مواعيدها, اللي بنطلبه موجود. مشاركه فيلمين مصريين برضو في مسابقه رسميه في المهرجان, تعليق ايه عنهم؟ ومنتج السبكي الليله الكبيره ومدهر الراجل, كان ليكي تعليق؟ انا بالنسبه لي انا السبكي انا ممتنه له لانه في وقت من الاوقات هو انقذ الصناعه. الصناعه مش بس قائمه على ممثلين ومخرجين ومخرجين, ولو سينما وقفت نقدر نلاقي ممثلين في اي وقت والمخرجين متابعين. هو انقذ عماله التصوير, عمال الاضاءه, عمال الديكور. العمال دول لو ما كانوش اشتغلوا في الوقت اللي السبكي شغال يعني عمل فيه سينما, كان النجار هيفتح ورشه نجاره وبتاع الاضاءه هيفتح ورشه كهرباء, ولما نيجي السينما بقى توصل بألف سلامه ما نلاقيش. فهو حقق حاجه مهمه للسينما, الحفاظ على العماله.